أنا أتساءل، هذا اليهودي الذي تجرأ وأرسل رسالة إلى سيدنا نصره الله، واش محشمش من اللي أنت يا مغربي عامل الفلسطينيين بحال اللي كيعاملوا المغاربة اليهود بلادهم بالتعزيز والتكريم؟ وماشي اليوم، من الوقت اللي ما كانت لا الأمم المتحدة لا الولايات المتحدة لا فرنسا لا حقوق الإنسان لا الحريات الفردية لا حتى حاجة من هذا التخربيق، وهما معززين. النهار اللي طردوكم الإسبانيين والذين والغزاة الذين جاءوا من شمال أوروبا، وجدتم مكانكم في الدول الإسلامية، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، إلى تركيا، وفي المغرب بالخصوص، ودخلتوا لهنا وعشتوا معنا، وكانوا الملوك حتى في الوقت اللي كيوقع شي احتكاك كيحميوكم، وبعض المرات تأويكم في القصور ديالهم. اليوم جالسين كتقتلوا فينا هكذا، ما عزوا عليكم لا تكبير، ما عزوا عليكم، ما عزوا عليكم الأطفال بالمئات تقتلونهم، ما عزوا عليكم التواحد تكبير. بفضلك مولانا جود علينا، وهلاك من طغى وتجبر علينا. بفضلك مولانا جود علينا، وهلاك من طغى وتجبر علينا. آخر كلمة إخواني.